لو عندك كنافة من رمضان هديها وتعالي نعمل الصينية العظمة دي. هنعمل صينية كنافة 3 طبقات أحلى من بعض، هتعمليها ومش هتبطلي تعمليها بعد كده. صينية عظمة على عظمة، تنفع في المناسبات، ولو عندك ضيوف أو جالك ضيوف هتعمليها كده هتشرفك. يلا نبدأ الفيديو ونشوف الصينية بتاعتنا دي بتتعمل ازاي. هنعملها بطريقة تحفة جدا. شيروا الفيديو عشان يوصل لكل الناس، حطوا لايك وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. ويلا نبدأ. بسم الله. بنجيب صينية كده وبنقطع فيها الكنافة، بنهريها خالص، بتكون متفرزة عندي في الفريزر، وبنهريها خالص كده قطع صغيرة خالص، ممكن تضربيها في الكب. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. واكتبوا لي كده بتتابعوني من اي بلد، شيروا الفيديو عشان يوصل لكل الناس. الصينية دي فعلا حلوة قوي، والطعم بتاعها هيعجبكم جدا. هنعملها بكريمة غير المهلبية خالص، كريمة موفرة في نفس الوقت طعمها حلو. هنهري كل الكنافة وهنكسرها زي كده. بكون مسيحة عندي 1/2 كوباية من السمنة، ممكن تخلطيها سمنة بزيت او سمنة بزبدة اللي موجود عندك. حطيت 1/2 كوباية من السمنة كده على الكنافة، هي 1/2 كيلو. هخلطهم في بعضهم كده واغلف كل الكنافة بالسمنة. وقبل ما احط الكنافة وقبل ما اهري فيها الكنافة كده كنت دهنتها برضو بالسمنة، فكده عندي الصينية كمان متغرقة بالسمنة. هغرق بقى كل الكنافة كده بالسمنة وهفردها واسويها كده في الصينية، وهضغطها برضو بايديا. عايزاها طبقة تبقى متساوية كده علشان الطبقات اللي هنحطها بعد كده، فهنضغطها بايدينا خالص كده زي اللي بنعملها اللي هي الكنافة بالقشطة بالظبط كده. وهندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 او 200 لحد ما تاخد لون. هنعمل هنا الكريمة بتاعتنا، حطيت 1/2 لتر من اللبن على 1/2 لتر من المية، حوالي 2 كوباية مية يعني كده. وهحطهم على النار، هحط قبل ما هرفعهم على النار هحط لهم 2 معلقة من النشا، والاضافة بقى اللي هتفرق في الطعم خالص 3 معالق من الدقيق. مش هنحط كل الكمية نشا، هنخلي 2 معلقة نشا و3 معالق دقيق، فده هيخلي الكريمة معانا زي الكريمة، هيخلي المهلبية معانا زي الكريمة، مش هتبقى ناشفة زي المهلبية. وهنحط لها كيس من الفانيليا، وتقدري بقى تضيفي لها مكعب زبدة لو انت حابة. هنقلبها كده على البارد ومن غير ما نضيف لها اي سكر، هنضيفها هنقلبها على البارد، وبعد كده نرفعها على النار ونفضل بقى نقلب فيها لحد ما تغلي معانا وتتقل. اول ما تغلي والقوام يتقل معايا ويبقى زي كده، كده زي ما القوام تقل كده، اول ما تغلي هطفي عليها النار واغطيها واسيبها تهدى شوية كده على ما الكنافة تطلع. هحط لها الشربات بارد بالشكل ده، هوزع الشربات على الكنافة، وهسيب الكنافة برضو تهدى شوية كده على ما العسل يبرد والكنافة تبرد كده، وبعد كده اوزع عليها القشطة. هنبدأ بقى نضيف القشطة، هي كده الكنافة كانت خلاص هديت شوية، فهبدأ أضيف القشطة على الوش كده، طبقة خفيفة برضو جميلة جدا، بتفرق جدا في طعم الكنافة، خصوصا ان ما عليهاش سكر، فبتخلي طعم الكنافة كده متعادل ومش مسكرة قوي، فبتبقى تحفة. هنضيف كده طبقة القشطة ونسويها.
وهنسيبها لما تعمل طبقة فاصلة خالص وتبرد قدر المستطاع، بحيث انها برضو تعمل طبقة عزلة علشان الكراميل لما نيجي نحطه على الوش ايه ما يعملش، ما يعلمش كده في او ما يقلبش مع الكريمة، ما يختلطش بيها. عندي هنا عملت كراميل، وهحطه طبقة كده خفيفة برضو على الوش كده، وصينية تحفة تحفة تحفة. عندك بقى المهلبية علشان معلهاش، او القشطة عشان معلهاش سكر، فهنا لو لقيتي كراميل زيادة بننزل الكراميل الزيادة وكده، مظبوط يعني معانا. لقينا خف شوية، حبيت ان انا تقله بس شوية كده، بس طعمها متعادل وحلوة قوي. والكراميل بيبرد بسرعة، فلازم نحطه وهو ساخن. أهم حاجة بس المهلبية تكون الطبقة بتاعتها تكون فصلت، يعني عملت عازل كده قبل ما نحط الكراميل. هنسيبها لما تبرد خالص، وبعد كده نبدأ نقطعها، نغطيها ممكن قد ساعة ولا ساعتين كده على ما تبرد خالص، ونبدأ نقطعها وبنقدمها بقى في اطباق. وزي ما هتشوفوها معايا تحفة. سجلي بقى الوصفة دي عندك وشيريها على صفحتك عشان تبقى موجودة عندك تعمليها، سواء في رمضان او غير رمضان. حلو حلو جدا، يعني حاجة حلوة وسريعة، ما بتاخدش اي وقت، وغير مكلفة زي ما انت شايفة. عملناها بالكراميل الموفر وبالقشطة الكدابة بس بطريقة كريمي وتحفة. عملنا الكنافة برضو قبل كده بالكريمة اللي هي بتتحشي في النص، وعملنا كاب كيك الكنافة اللي هي كوبات الكنافة. برضو هسيب لكم لينك الوصفتين في صندوق الوصف. طرق الكنافة كلها هسيبها لكم في صندوق الوصف، تقدروا ترجعوا لها وتابعوا الصفحة عشان يوصلكم مني كل جديد. وقناتي على اليوتيوب، واشوفكم على خير في فيديو تاني، وسلام.